شو طاحت لنا دله كثيره الحدود ومتتاليه ما كانتش كاع متوقع طاحت تراجعيه وشيخ بون شيخ تالي كور تاعنا الزوير بوميه بازن عليها وقالنا طيح طيح حنا قاعدين يا اخو قاعد نقولوا له ما طيحش ما طيحش طاحت يا تسمى فيها خير وخلاص. موضوع خير الاول لا موضوع الاول كان سهل على موضوع ثاني موضوع ثاني واعر اه كان الاول سهل الاول سما لي ريفيزا وحل تمارينات يقدر يحل السوجي الاول نورمال ادبي ما عندهمش علاقه شويه مع الرياضيات هو عندهم علاقه اخو دوكا رياضيات لو كان تحل سوجي كومبلي تجيك واحد ربع ورق خمس ورق كي والو دبليو فاي صح ماشي مادة أساسية المواد ماشي مادة أساسية وشغل إلا ما خدمتش فيها شغل ما ديش في بالك باللي زعما راح الباك ولا شغل خمم على غدو إن شاء الله عندك فلسفة ما زلت لك تاريخ وجغرافيا معامل ربعك فاهم ما زلت لك أونجلي عشية أونجلي عندها أهمية أكثر من الرياضيات سما اللي ما خدموش ولا ما يتبريزا وش ما في آخر إن شاء الله نتكلوا عليك المال ها نتكلوا عليك بربي إن شاء الله يا إن شاء الله.